وحلقة جديدة مع عبد الناصر زيدان ودردشة جديدة تتجدد كل يوم معكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة النهاردة موفقة وفيها كل إجابات لكل أسئلتكم التي تريدون الإجابة عنها. خلينا الأول نشوف أول تعليق معانا على قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، ونحيي أصدقائنا اللي على اليوتيوب، الأستاذ علي عبد الصمد، مساء الفل والياسمين. أول تعليق معانا على اليوتيوب الأستاذ علي عبد الصمد. مساء الفل يا أستاذ علي عبد الصمد، أول تعليق معانا. تحية ليك، أول تعليق معانا على اليوتيوب علي عبد الصمد. لايكات يا جماعة على قد ما نقدر. فتحي خضر من على اليوتيوب أيضا أهلا بيك. كريم كيمو، فينك يا كريم؟ رضا عبد المقصود، جمهورية الفرسان، منور يا مستر. الحاج مجدي، الحاج محمد النجار، طارق شكري، وليد ماجد، محمد سليمان، الحاج الصعيدي، أحلى مسا عليك دودي، مساء الفل يا دودي. صديقنا المحترم عبدو، الأستاذ بيسو عبد ربه، أدهم محمد، محمد جمعة زغلول، حبيبي حبيب حبيبي، حمدي حسين، مساء الفل. ولايكات يا جماعة، لايكات 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 يا دودي. من المفترض أنت مسؤولة اللايكات في اللايف على اليوتيوب، يعني ما ينفعك ابدا الكم بتاع اللايكات ده، قليل جدا بصراحه. يعني حسين رمضان، سالم ابو عمر، هاني طوطح، عم مرزوق وديع، الشورانيه واهل الشورانيه، اشرف اسماعيل، احمد المصري من الرياض. لا ما تزعليش، لا 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 والله، بس عشان الاخبار كتيره. رامي ومندو، احمد فوزي بني سويف. طيب نروح نشوف مين اول تعليق معانا على الفيسبوك. أكرم صلاح، مساء الفل وتحياتي. أكرم صلاح الشرقية، أكرم صلاح هو أول تعليق معانا على الفيسبوك. أستاذ أكرم مساء الفل، تعليقات كتيرة جايلنا على الفيس، وأنا بشكركم الأستاذ صلاح عنتر، وأحلى مسا عليكم، وأنا بشكر حضراتكم جدا على التعاون والتفاهم، والناس اللي بتبذل مجهود على الفيس وبتحذف أي حد بيشتم أول بأول، على الرغم إن إحنا محترمين وعلى مسافة واحدة من الجميع. نبدأ على طول وبعد كده هنقرأ مجموعة من الأخبار. معانا خبر مهم جدا جدا جدا، وهو بيان النادي الأهلي اللي عايزين نقف قدامه بكل احترام وبكل تقدير. بيان صدر من النادي الأهلي منذ قليل بشأن أحمد الشيخ ومشاركته في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية. أنا شايف إن البيان ده ليس مجرد بيان، وإنما ده حاجة مهمة جدا جدا. أستاذ وائل المرعي مساء الفل، حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأن في ترسيخ لمبادئ وقيم توارثناها بعدم التطبيع والتعامل مع إسرائيل حتى لو كان من خلال لعبة على الإنترنت. فأنا بشكر إدارة النادي الأهلي على هذا البيان، أقراه لكم بالتفصيل. رفض الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري. جاء رفض الأهلي نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي رسميا والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل هاوي دون الأحقية في خروجه الأمر إلى نطاق المنافسة الدولية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية. وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميا بعدم المشاركة في هذه البطولة. طبعا الأخبار اللي جايانا بتؤكد أن كان من ضمن المواجهات اللي هيواجهها أحمد الشيخ ملاقات إسرائيل في هذه البطولة، وده شيء مهم جدا. يعني كل لاعب أهلاوي، زملكاوي، إسماعيلاوي، ترسناوي، محلاوي، اتحداوي، مصراوي، أي نادي من الأندية الشعبية لازم يعرف إن هو معبر عن بلد بأكملها. علشان كده يمكن وكالات الأنباء
اهتمت جدا برفض النادي الاهلي، وقالت يعني ان النادي الاهلي حسم الامر حتى لا يدخل في حسابات كبيره او حسابات تغضب المصريين، لان من المفترض ان يلتقي احمد الشيخ مع حد من اسرائيل خلال هذه البطوله. بالاضافه الى النادي الاهلي بيضع ضوابط مهمه جدا ان ما فيش حد ينفع يتصرف من دماغه الا بعد الرجوع لاداره النادي الاهلي. هذا الخبر مهم جدا وتصدر كل وكالات الانباء وكبر، يعني رغم انها لعبه الكترونيه كبر، وكبر يعني كبر بشكل يعني والله يا استاذ صلاح كبر جدا. يعني الموضوع الاستاذ صلاح عنتر كاتبنا الصحفي الكبير خد الموضوع اكبر من حجمه. خلينا نروح للاستاذ احمد السيد ونشوف معاه يعني ايه اللي خلى الموضوع يكبر بهذا الشكل وياخد هذا الحجم الكبير جدا. خلينا نشوف احمد السيد وماذا لديه في هذا الموضوع، ونتكلم ونشوف يعني ليه النادي الاهلي رفض وليه ردود الافعال كانت بهذا الشكل الكبير. استاذ احمد السيد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، برحب بيك وبرحب بكل متابعينك في كل مكان، ويعني ان شاء الله عاد رمضان كريم، ويا رب دايما نكون موفقين في اللي بنقدمه معاك على الهواء مباشره. طب احمد موضوع احمد الشيخ اتفضل. اتفضل انا بقول لك ردود افعال موضوع احمد الشيخ كبرت جدا بعد بيان الاهلي. يعني يمكن البيان الاهلي واضح وحقيقي ان حضرتك قريته لان مهم جدا، لكن خلينا نقول البدايه ابتدت من يعني ان الفيفا بيحاول يستغل فتره التوقف الرياضي، ويمكن الفيفا عامل مسابقه للالعاب الالكترونيه فيفا 2020 بمشاركه العديد من اللاعبين والدول. بصراحه يعني يمكن اللي كان من المرشح انه يلعبه من مصر احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي، واحمد حسن كوكا لاعب بفريق اولمبياد اليوناني، وفي كمان اثنين من الجواه بيتواجدوا طبعا مش لعيبه محترفه، موجود رامي سعد بالمناسبه واحد اللعيبه المحترفه في هذه اللعبه، ولكن يعني يمكن الاسماء اترشحت لاتحاد الكوره المصري تمت خلال الساعات الماضيه، وتم اجراء القرعه بطوله فيفا 2020، والقرعه بتضم يعني مع مجموعه مصر، مصر وقعت في المجموعه الثانيه، بتضم كل من تركيا واسرائيل ورومانيا، يعني مصر القرعه وقعت في مصر في المجموعه الثانيه تركيا واسرائيل ورومانيا والمنتخب المصري. طبعا كان من المفترض ان مصر هتبدا بتركيا في الخامسه من مساء الثلاثاء 21 ابريل، وبعد كده يكون في لقاء اسرائيل، وبعد كده ضغط المجموعه، ولكن النادي الاهلي فور علمه بهذه الامور زي ما حضرتك قلت. كان في محادثات ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي واحمد الشيخ لاعب الفريق، فعلى الفور يعني يمكن احمد الشيخ كتب بوست، خليني برضو اقراه كده مع حضرتك. اتفضل. قال: تلقيت بسعاده كبيره نبع ترشحي من خلال اتحاد كره القدم المصري لتمثيل مصر في بطوله كاس العالم للعبه الفيفا، واللي بينظمها الاتحاد الدولي لكره القدم، والتي كان من المقرر ان يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا. ولكن وبعد الاعلان عن قرعه البطوله، بعد الاعلان عن قرعه البطوله قررت الاعتذار عن المشاركه. فاعتقد الكلام واضح، ويمكن على طول النادي الاهلي طلع البيان، وبيان النادي الاهلي ايضا بيتكلم في شقين، واضح ان النادي الاهلي اكيد مش حابب هذه المواجهه، والنادي الاهلي دايما مواقفه الوطنيه كبيره، مش محتاج مزايده ولا حديث في هذا الشان، ولكن في نفس الوقت ايضا النادي الاهلي اكد على ان الامور دي محتاجه يكون فيها تنسيق اكبر من ده، ان النادي الاهلي لم يتم اختاره على اعتبار ان احمد الشيخ لاعب محترف في النادي الاهلي، فلم يتم اختاره بهذه الامور قبل الدخول في هذه المنافسات، وبالتالي النادي الاهلي قال يجب ان يكون في ضوابط ومعايير النادي على علم ودرايه بها لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومه العمل الكرويه، فبالتالي الاهلي ابلغ اللاعب واللاعب ابلغ اتحاد الكره المصري بالاعتذار رسميا عن المشاركه في بطوله الفيفا للالعاب الالكترونيه 2020. وخلينا انا لحضرتك ردود افعال جماهير النادي الاهلي، ان في سعاده في رضا من جماهير النادي الاهلي عن هذا الاعتذار، لان في مجموعه المنتخب المصري في اسرائيل، بالاضافه الى رؤيه النادي الاهلي كالعاده السباقه في ان يجب ان يكون هناك معايير لمثل هذه الامور، يجب ان يكون هذا الامر باشراف النادي الاهلي على اعتبار ان احمد الشيخ لاعب في النادي الاهلي.
يمكن دي كل التفاصيل، وده موقف احمد الشيخ وموقف اتحاد الكره وموقف النادي الاهلي، واعتقد ردود افعال جماهير النادي الاهلي توافق النادي الاهلي وتوافق الكابتن سيد عبد الحفيظ. في نفس الوقت اللاعب احمد الشيخ وضح ان القرعه هي اللي خليته يعني يعتذر عن المشاركه، طبعا ده بالاتفاق مع النادي الاهلي. يعني يمكن ناس كتيرة جدا أو مواقع كتيرة جدا عربية قالت كلام منسوب للكابتن محمود الخطيب، معرفش هل الكلام ده منسوب للخطيب من خلال بيان سيد عبد الحفيظ، ولا اللي هم قالوا الكلام ده حد وصل للكابتن محمود الخطيب. ولكن أكتر من موقع قال إن الكابتن محمود الخطيب أكد إن المقربين إن مبدأ إن قال إن الكابتن محمود الخطيب أكد إن المقربين إن مبدأ النادي الأهلي لديه مبادئ واضحة، نادي الأهلي عنوان مهم للوطنية يتكاتف مع الدولة كتفا بكتف، لا يمكن أن يقبل يعني حتى لو في حالة ما كان وافق لأحمد الشيخ على المشاركة كان سيعود ويرفض. ده كلام الخطيب للمقربين ليه، كان سيعود ويرفض، ده نقلته بعض وكالات الأنباء وليس على لساني، كان سيعود ويرفض بعد القرعة، لأن لا يمكن أن يوافق الأهلي على المشاركة في مسابقة فيها إسرائيل على سبيل التحديد، لأن موقف الأهلي ثابت، موقف الأهلي وطني، وإن كانت هذه أمور سياسية إلا أن النادي الأهلي هو بيدي معايير مهمة في الوطنية وفي هذه الأمور بالذات، فلا تطبيع مع إسرائيل بأي نوع من الأنواع. علشان كده النادي الأهلي حتى لو كان إدى موافقة كان سيعود ويرفض بعد القرعة يا أحمد. أكيد طبعًا، لأن ده دور النادي الأهلي، وده دور مهم بيلعبه النادي الأهلي، ويمكن أعتقد أن النادي الأهلي واضح في هذا الملف. يمكن مواقف الأهلي الوطنية مش محتاجين نتكلم عليها، ولكن برضه النظام نظام، والنادي الأهلي دائمًا بيطالب بأي حاجة أن يكون في لوائح، تكون الأمور بتدار باحترافية، يكون في قواعد منظمة لهذه المسابقات، خصوصًا أن الفيفا نفسه هو اللي بيشرف عليها، وباعتبار أن أحمد الشيخ مش لاعب هاوي، لا أحمد الشيخ يعني بينتمي للنادي الأهلي ولاعب محترف. فأعتقد الأمور واضحة للكل، وردود الأفعال أكيد سواء المصرية أو العربية في صف النادي الأهلي، وتثمن قرار إدارة النادي الأهلي. طيب بما انك معانا يعني عندنا تأكيدات النهاردة من مسؤولين نادي انبي ان هناك خطوة كبيرة جدا في طريق لانتقال أسامة جلال للأهلي. خلينا نؤكد ان احنا اتكلمنا كتير في هذا الملف، وعايز يا جماعة انا ضد كلمة انفراد وضد اي كلام من هذا النوع، كلنا بنجتهد، اللي بيقول قبل زميله ولا اللي بيقول فوق زميله، كل الزملاء فوق دماغنا. ولكن النهاردة عندنا تأكيدات بتؤكد ما قلناه سابقا أن أسامة جلال يقترب، وفي كل مرة بنقول أن أسامة جلال هو الأقرب وباغر المحمدي الأقرب، ولكن خط الاتصال مع إنبي بشأن أسامة جلال أخذ خطوات كبيرة جدا، في حين لم يفتح بعد خط الرسمي مع إدارة الإسماعيلي بشأن باهر المحمد. يعني يمكن ملف أسامة اتكلمنا فيه كتير، واعتقد والعلاقة القوية ما بين النادي الاهلي وانبي، العلاقة القوية ما بين الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة شركة انبي، والكابتن حلمي طولان المدير الفني المحترم، وبالتالي يعني اعتقد ده اللي بيساعد. كمان رغبه اسامه جلال نفسه اللي اكد قبل كده مرارا وتكرارا عن تمنياته بالتواجد داخل النادي الاهلي، بل وسعيه ايضا للتنازل عن مستحقات ينفي من اجل الانتقال للنادي الاهلي. اكيد الاهلي هياخدوا خطوات خلال الايام القادمه في هذه الصفقه، واعتقد يعني يمكن بعد احمد حجازي عن الصوره بسبب المغالاه الماديه وكبر سنه هو اللي بيخلي ان اسامه جلال تواجده يقرب اكثر واكثر، ويمكن اسامه جلال كان قريب من النادي الاهلي في يناير الماضي وتاجل الموضوع، ولكن اعتقد خلال الايام القادمه ربما يشهد الامور بشكل رسمي ان يكون في تحرك ويكون الامور بتسير بشكل افضل، خصوصا ان احنا اتكلمنا وقلنا ان مستر فايلر يعني ابدى رضاه وسعادته بقيمه اسامه جلال، وكذلك ايضا لما بنتكلم على الظهير الايمن اتكلمنا على باهر المحمدي، فايضا هيكون في تطور في الصفقات دي خلال الايام القادمه. احنا قلنا اسامه جلال ابدى رغبه، اسامه جلال هيتنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى نادي انفي، فده اللي بيقرب وجهه النظر. ما
كمان المدير الفني حلمي طولان حد محترم جدا واكيد لن يقف امام رغبه اللاعب. كل الامور دي بتقرب اسامه جلال من النادي الاهلي. خلينا نتابع مع حضرتك هذا الملف، وزي ما احنا بنحاول نكون موجودين بكل يعني حياديه وبكل صراحه، وارد جدا الصفقة بكرة تقرب بعده تبعد، احنا بننقل الصورة مثل ما هي في هذا التوقيت يعني. طيب خلينا برضه نروح لموضوع مهم جدا، بعض الـ 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 المواقع وبعض الاخبار قالت ان في اتصالات بدات مع كينو واحمد حجازي في الوقت اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ نفى ذلك كليا وجزئيا، ولكن مع ذلك في ناس بتردد ان كينو بدات تفتح مع اتصالات. خلينا نقول ان احنا تواصلنا مع الاخ احمد هاء المتحدث الاعلامي لنادي الجزيره، الأخ السوداني المحترم أحمد دهاء المتحدث الإعلامي لنادي الجزيرة، وطلبنا منه سؤال كينو شخصيا والرد علينا، وأخبرنا أن كينو دهاء اللي أنا بشكره جدا جدا سوداني محترم تعاون معنا، وطلبنا منه أن احنا نسأل كينو سؤال واحد بس، هل هناك في اتصالات بالفعل أو حتى مجرد كلام عن النادي الأهلي بعد كلامه أنه قال أن الأهلي نادي كبير وليس هناك أي مانع وأي لاعب يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي؟ اخبرنا ان الراجل بيؤكد كينو بيؤكد ليس هناك اتصالات من اي نوع. لو خدنا كلام كينو الرسمي اللي جبناه عن طريق المتحدث الاعلامي لنادي الجزيره الاماراتي، وخدنا كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، هنوصل لاجابه واحده ان الموضوع ليس فيه اي رسميات حتى الان، وكل اجتهادات صحفيه ليس الا. نفس الموضوع بالنسبه لاحمد حجازي، وتعليقك يا استاذ احمد. اتفق مع حضرتك تماما، يعني يمكن لما اتكلمنا على صفقه كينو بالنسبه للنادي الاهلي قلنا تصريحات كينو هو ما عندوش مشكله ولا يمانع في التواجد داخل النادي الاهلي، ولما خير ما بين الاهلي والزمالك اختار الاهلي، وقلنا ان ابتدى ناس تحط كينو على طاوله مجلس الضابط لجنه التخطيط النادي الاهلي، وابتدى من ضمن الحلول المتاحه كينو يكون متواجد يدعم موقف النادي الاهلي حتى في حاله عدم تجديد اعاره رمضان صبحي. ولكن حتى هذه اللحظه زي ما حضرتك بتقول مفيش اي محادثات رسميه او حتى مخاطبات رسميه سواء من النادي الاهلي سواء مع اللاعب نفسه او حتى مع نادي بيراميدز أو حتى مع نادي الجزيرة الإماراتي زي ما حضرتك بتقول، ولكن ما هي إلا كل دي ترشيحات. كينو موجود على طاولة لجنة التخطيط، أكيد الرؤية الفنية ورؤية مستر فايلر هي اللي هتحكم، لكن خليني أقول برضه مستر فايلر مش هياخد قرار دلوقتي، لأن مستر فايلر عايز يعرف موقف الأجانب إيه، لأن هي معادلة، هو عايز يعرف موقف الأجانب، موقف رمضان صبحي، لأن هو مش محتاج قرار إلا لما يبقى المعطيات كلها عنده جاهزة. هو عنده دلوقتي الاهلي عنده 6 اجانب في قائمته، في منهم واحد بيعامله معامله المصريين ووليد اداره موجود بره، ففي 4. هو عايز يعرف اتحاد الكوره واللجنه المؤقته هتوصل لايه بالنسبه لملف الاجانب، كذلك رمضان صبحي هل تجديد اعارته هيتم ولا لا علشان يقدر ياخد القرارات. فهي المواضيع كلها مرتبطه ببعض، عشان كده قلنا ان مستر فايلر بيستعجل عايز يعرف موقف الاجانب الامور هتمشي ازاي، نفس القصه عايز يعرف برضو يعني موقف رمضان صبحي. ويمكن خلال الساعات الماضيه كان في كلام مع نادر شاوي وكيل اعماله اللي قال ان الامور مش واضحه لسه في هيدرسفيلد الانجليزي لتجديد اعاره رمضان صبحي، وان كنت ما زلت مؤكد ربما تجديد الامور تجديد الاعاره لرمضان صبحي لا تتم بسبب مغالاه هيدرسفيلد، رغم ان كل الماركت فاليو وكل الاسعار بتاعت اللعيبه في النازل، لكن اكيد هيدرسفيلد هيبقى فيه مغالاه ورغبه في يعني بيع اللاعب او اعارته حتى لاحد الدوريات الاوروبيه. هنتابع هذا الملف، لكن انا باكد لحضرتك حتى هذه اللحظه مفيش محادثات مع كينو في النادي الاهلي. طيب يا جماعه، بس النهارده النت وحش على مستوى مصر كلها، وكمان في هاكرز، فلو سمحتوا نتواجد في اللايف حتى النهايه، الصوره بتتحسن مع الوقت. ولكن دودي الأهلوية وكل الأصدقاء على اليوتيوب والأصدقاء على الفيس، أرجوكم مزيد من اللايكات، مزيد من اللايكات لو سمحتوا، ومزيد من التعليقات عشان نقدر نحافظ على التفاعل في اللايف. لكن النهاردة عندنا مشكلتين، إن يبدو إن في هاكرز كتير على اللايف في اليوتيوب والفيسبوك وناس داخلة كتير على كان تعطل التفاعل، وكمان في حاجة مهمة إن أوريدي النت النهاردة في كل مصر، فعلشان نعمل ده
نتخطى ده الله يهين جدا على قد ما نقدر، وتعليقات على قد ما نقدر كتير جدا، ونحاول نتواجد في اللايف وما نخرجش منه مهما كانت الامور صعبه. دقائق وهتلاقي مع اللايكات الكتير الدنيا بتتظبط، بدون ما في تفاعل كبير جدا من حضراتكم ولايكات وتعليقات الدنيا بتتحسن مع الوقت. طيب نروح لنقطة تانية يا أبو حميد في نقاشنا معاك، وهو بغداد بنجاح زي ما بيقول رجب مكي، وبنؤكد على كلمة واحدة، صفقات مثل صفقات بغداد بنجاح دي مربوطة في الأهلي بحاجتين، وأنا أقول لك الكلام ده خاص جدا، أن يطلب ذلك المدير الفني وتنقل وجهة النظر إلى لجنة التخطيط يرفع المجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب. صفقات من العيار الثقيل مثل بغداد بنجاح أو من على شاكلته أيا كانت الأرقام، في النهاية تحتاج إلى أن تنتهي عن طريق الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المستشار تركي الشيخ ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. وأنا بقول للمرة المليون وعلى مسؤوليتي، أي لاعب سيطلبه الأهلي عن طريق إدارته الفنية ولجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب ينقل الرغبة دي للمستشار تركي الشيخ. أي لاعب، أي لاعب مهما كان تمنه في العالم كله لو الأهلي عايزه هيجي، علشان بس إيه مش هنقول أسامي. بغداد بنجاح والأحسن من بغداد بنجاح والأقوى من بغداد بنجاح، بشرط إن الأهلي يكون عايزه ويبقى فيه تنسيق. فايلر يقول إدارة التخطيط ترفع للكابتن محمود الخطيب، الكابتن محمود الخطيب يتشاور مع الرئيس الشرفي المستشار تركي الشيخ، الصفقة تلاقيها في النادي الأهلي على طول، علشان ما نتكلمش كتير في هذا الملف. أي لاعب بأي تمن من أي مكان في العالم الأهلي عايزه هيجي بالأسلوب اللي أنا بقول لكم عليه. فايلر يقول أوكي، إدارة التخطيط الكابتن محسن صالح يرفع للكابتن الخطيب والإدارة، الكابتن محمود الخطيب مع الرئيس الشرفي المستشار تركي الشيخ هياخدوا القرار وهيجيبوا اي لاعب باي تمن مهما كان التمن ومهما كان الرقم ومهما كان اسم اللاعب واسم النادي في اي مكان في الكره الارضيه. وانا بشكر الناس المتعاونه معانا واللايكات والتعليقات ومعاكم في ملف النادي الاهلي ايه للاخر. كمان فيما يخص المعارين نذكر الناس يا احمد، فيما يخص المعارين يا استاذ احمد، هل استقر فايلر على اي اسماء؟ يعني يمكن بس لو السؤال واضح كنا بنتكلم على بغداد بنجاح. فخلينا اقول لحضرتك يعني بتاكيدا لكلام حضرتك، يعني بغداد بنجاح يمكن بس الناس اللي خليته او تردد اسم بغداد بنجاح انه يعني كان بيجاوب على بعض اسئله الناس على الانستجرام، فلما حد ساله تختار الاهلي ولا الزمالك لو جيت تلعب في مصر انا اختار اهلي ابو تريكه، فيمكن يعني وكانه بيؤكد على قيمه النادي الاهلي، فعلى طول الناس ابتدت تربط اسم بغداد بنجاح بالنادي الاهلي. لكن بغداد بنجاح 28 سنه مرتبط بعقد مع السد القطري لحد 2024، وبالتالي امكانيه تواجده زي ما حضرتك بتقول كده مش هتكون في النادي الاهلي الا بموافقه رغبه فايلر، وبالتالي الامر يترفع لمجلس الاداره، واكيد هيكون في تدعيم مالي لان بغداد بنجاح من اللعيبه اللي مرتباتها وقيمها الماليه عاليه جدا. لكن ما فيش اي محادثات رسميه مع اللاعب ولا غيره، ويمكن احنا قلنا ملف الاجانب في النادي الاهلي فيه ازمه شويه، لان الاهلي محتاج يستقر على الموقف الحالي للعيبه، لان من الممكن ان نلاقي اتحاد الكوره بيقول لا ده هم اربع لعيبه بس اللي موجودين الموسم القادم، فساعتها النادي الاهلي هيبقي على المجموعه الحاليه وهيبقى وليد ازارو يعني يمكن يكمل بره، وفي نفس الوقت ممكن يكون في تسويق لجيرالدو في حاله يعني ان علي معلول سيعامل كمعامله الافارقه او معامله اللعيبه الاجانب بقى مش المصريين يعني، وبالتالي اعتقد الاهلي مستني يحسم ملف موضوع الاجانب. يمكن ازارو برضو الناس اتكلمت عليه كتير، ولكن الاهلي حاطط رقم كده احنا قلنا عليه 3 مليون دولار، لو ازارو وصل له عرض بهذا الرقم الاهلي مش هيمانع في بيع نهائي. الاهلي امبارح نزل على الصفحه الرسميه حاجه لوليد سليمان لفتت النظر، واعتبرها البعض رد على منتقدي وليد سليمان بالتحديد الكابتن مجدي عبد الغني، ردود الافعال عليها يا احمد.
يعني يمكن الكابتن وليد سليمان اعتقد ليه قيمه ويمكن احنا اتكلمنا كتير في الوقت ده، وحتى لو تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني فهمت بشكل خاطئ، فيمكن ردود افعال النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي هي دائما ما تساند كابتن وليد سليمان، لان وليد سليمان قيمته كبيره ولاعب كبير، ويمكن اعتقد حتى مفاوضاته مع النادي الاهلي للتجديد لما الكل قال ما خدتش 10 دقائق ده يؤكد قيمه وليد سليمان. اكيد بيساند وليد سليمان طبعا في حاله من السعاده والثقه لتجديد وليد سليمان وقيمه وليد سليمان، لكن دايما الكابتن مجدي عبد الغني تصريحاته بتثير العديد من اللغط. يعني يمكن كان ليه تصريح برضو من كام يوم بخصوص شان ازمه عبد الله السعيد، واتكلم وقال ان الاهلي اتاخر قوي في ملف عبد الله السعيد، وسمعنا الموضوع يعني ظهر على السطح دلوقتي. فبرضه انا برد على الكابتن مجدي عبد الغني، الاهلي اول لما عبد الله السعيد راح بيراميد يعني ثاني يوم، يعني الاهلي عبد الله السعيد كان موجود في بيراميدز 4 يناير 2019، 6 يناير كان الاهلي مقدم شكوى في اتحاد الكوره، وبالتالي بعد كده شكوى للفيفا، الامور فضلت على الفيفا كتير والاهلي بعت اكثر من شكوى واستعجال لحد ما رد الفيفا ووصل دلوقتي عند اتحاد الكوره تاني. فالاهلي مش متاخر بس، كان قال ان الاهلي اتاخر في ملف عبد الله السعيد، كمان قال ان مبلغ 2 مليون دولار ازاي عبد الله السعيد يدفعهم دلوقتي، اللعيب عنده كام 30 سنه، فالامور مش بتقاس بالسن ولا يعني مش عايز اخوض في هذا الملف. لكن الكابتن مجدي عبد الغني اكيد تصريحاته يعني قد نتفق او نختلف مع الكابتن مجدي عبد الغني قيمه كبيره، ولكن يعني يمكن جماهير النادي الاهلي ربما بتحزن مثل هذه التصريحات. طيب نتذكر ان الموقع الرسمي للنادي الاهلي امبارح نزل صوره لوليد سليمان معاها عدد البطولات التي حصل عليها، وقال انه يعني الحب لا ينقطع والعشق لا ينتهي، في اشاره للمسانده للكابتن وليد سليمان. دي كل الاسئله بتاعتكم اللي جت عن النادي الاهلي، لو عندكم اي اسئله ثانيه احنا تحت امركم، ولكن خلينا انا الان يعني من الاسماعيليه ان كمان مجلس اداره النادي الاسماعيلي لم يتخذ اي قرارات بشان بيع اي لاعب، وان كل ما يقال مجرد اجتهادات، وان حتى ما فيش عروض رسميه لا وصلت من الاهلي، ولا كما قيل ان الزمالك دخل في الخط، وان في حاله وصول اي عروض المجلس سيناقشها وسيتخذ القرار الانسب للنادي الاسماعيلي وليس للاعب. ده الكلام اللي جاي لي من عند مجلس المهندس ابراهيم عثمان، وده كلام مهم جدا. وخلي بالكم ان الناس اللي اتكلمت وقالت ان الزمالك دخل في الخط، بنأكد ان الزمالك ليس معه اي ارقام مالية كبيرة وعنده مشكلة مالية كبيرة، لن يستطيع المنافسة على اي صفقات من شأنها ان تكون غالية الثمن. الزمالك يسعى الى ان يكون هناك صفقات تبادلية او حاجات تشمل خد واديني مع فرق بسيط في الاسعار. الدنيا مختلفة تماما في حين ان الاهلي لديه كل هذه الامكانيات. ولكن باهر المحمدي خلينا نقول جاءنا من الاسماعيلية الان ان مجلس ادارة النادي محمد محمود وسعد سمير على اخر شهر 5 اوائل 6 يقدروا يكونوا موجودين في التدريبات. كريم نيدفيد هو بس للامور متاخره شويه، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان الامور بتتطور للافضل، وان شاء الله على شهر اغسطس كمان يكون موجود في التدريبات لحل المصابين. يمكن تصريحات مستر فايلر لصحيفه كيكر الالمانيه تناقلتها وسائل الانباء العالميه، اللي اكد ان النادي الاهلي قيمه كبيره، وان لاعبي النادي الاهلي لا يختلفوا عن لاعبي اوروبا، وان هو يعني كان سعيد بالتواجد داخل النادي الاهلي وما زال. اكد كمان ان الامور في مصر بسبب فيروس كورونا تسير على ما يرام، ده اعتقد ردود افعال ايجابيه جدا. قال ان المنافسه في الدوري المصري قويه جدا، وان كان طبعا يعني المنافسه بتنحصر في بعض الانديه، ولكن قال ان كل المباريات بمنتهى النديه. لما سئل عن النادي الاهلي لو هيلعب في الدوري الالماني يبقى مركزه في المركز الكام؟ قال ما يقدرش يحكم ده، وان كان ساعتها ممكن الاهلي يكون في المركز الثامن او للمركز ال 12 يحطه في المركز ده، لكن اللي اكد ان دايما الاهلي هيكون ند صعب لاي نادي يقدر يقابله يعني في الدوري الالماني. ولكن مستر فايلر اكد سعادته وتواجده داخل النادي الاهلي، كمان اشاد بجماهير النادي الاهلي اللي اكد بانها اكبر داعم للنادي خلال الفترات الماضيه. هيكون في اجتماع ايضا كمان خلال ساعات ما بين مستر فايلر وفتحي مبروك مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي لمناقشه بعض الامور الخاصه باللعيبه صاعدين وامكانيه التنسيق فيها الفترات القادمه بعد عوده يعني الفريق للتدريبات. يمكن النادي الاهلي بيحاول يحط شويه خطوط عريضه، يكون في تواصل شويه
ما بين كل القطاعات في هذا التوقيت، بحيث لما الدوري والتدريبات تعود من جديد تكون الأمور واضحة. كذلك أيضا الكابتن سيد عبد الحفيظ ما زال يناقش ملف تخفيض العقود والمرتبات، يمكن مجلس الإدارة النادي الأهلي لم ينعقد ومنتظر القرار النهائي، وفي اتفاقات بعض الأمور. يمكن أنا قلت إن بعض اللعيبة بتساند وتؤيد هذا القرار، بعض اللعيبة أو قلة من اللعيبة عندها يعني يمكن مفهوم مختلف شوية، أو نفسها ما يبقاش خصم 20% من مرتب شهر 4 و5 و6، يبقى تأخير مستحقات بشكل آخر. لكن في نفس الوقت الأهلي دوره واضح في هذا الملف، ويعني يمكن الكل بيسير نحو خصم 20% من مرتبات الجهاز الفني واللاعبين بس للثلاث شهور الحالية، لكن لا مساس لمرتبات العاملين في النادي. أيضا كذلك شريف إكرامي ربما الساعات الماضية شهد تطور جديد في انتقاله للبيراميدز، ويمكن شريف إكرامي كل مشكلته بس في التعاقد إنه عايز يضمن تواجده بشكل أساسي، فيعني ربما يحصل على وعد بالتواجد بشكل أساسي مع فريق بيراميدز، وبالتالي هيتم الانتهاء من كافة التفاصيل. فيعني شريف إكرامي زي ما قلنا يقترب، فهو ما زال يقترب من التواجد مع بيراميدز، ولكن كان في انفراجه في الساعات الماضيه بشان شريف إكرامي وتوقيعه لبيراميدز. حسام عاشور لم يحسم موقفه حتى هذه اللحظه، ولسه محلك سر، ما زال يفكر ويدرس، واحنا قلنا انه مش مستعجل انه ياخد قرار، فمن الواضح ان حسام عاشور هيؤجل قراره شويه. برضه مهم نوضح للناس موضوع تطوير ارضيه مختار التتش، لان بيجي اسئله عليه كتير، ويمكن قلنا ان الاهلي ابتدى يعمل بعض الاصلاحات لارضيه الملعب، ولكن التطوير بشكل كامل او بشكل جذري ده مؤجل طبعا لحين اشعار اخر، ويكون في تعاقد مع شركه اجنبيه تكون موجوده تقدر تضيف لملعب مختار التتش في هذا الملف. شكرا جزيلا استاذ احمد على كل هذه المعلومات. وملف النادي الاهلي كان مليء بالاخبار، اتكلمنا عن المعارين، اتكلمنا عن المصابين، اتكلمنا عن الصفقات الجديده، اتكلمنا عن بيان النادي الاهلي بشان احمد الشيخ والمشاركه في لعبه فيفا واعتراض الاهلي على المشاركه اصلا من حيث المبدا، خصوصا بعد ظهور اسرائيل في القرعه، واتكلمنا على كل هذا الملف مع الاستاذ احمد السيد. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد على كل هذه المعلومات، شكرا. شكرا جزيلا يا استاذ ناصر، شكرا جزيلا. طيب النهارده يمكن احنا عاملين خطه جديده، بدينا بالاخبار عشان الناس اللي قالت يعني عايزين نغير، بنبدا بالقضايا، عندنا قضايا كتير، ولكن خلينا بس عندنا كمان خبر مهم جدا من بينهم مصر، الفيفا يعقد اجتماعا مع اتحادات شمال افريقيا لبحث ازمه كورونا. يعقد الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا صباح الثلاثاء بعد قليل اجتماعا افتراضيا مع الاتحادات الخمس لدول شمال افريقيا لبحث تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على النشاط الكروي في المنطقه. وكشف اتحاد الكره الجزائري عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين ان فيفا سيمثله في هذا الاجتماع فيرون موسونجو اومابا مدير دائره الاتحادات التابعه لافريقيا والكاريبي، واوضح ان رؤساء اتحادات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر سيناقشون مع ممثل الفيفا الوضعيه المرتبطه بفيروس كورونا المستجد، ويدور النقاش في الجوانب الخاصة بالأمور القانونية وتلك المرتبطة بما بعد نهاية فترة الحجر الصحي. وده بيؤكد على أن الاتحادات الخمسة اللي فيهم مصر الفيفا سيناقش معهم عودة النشاط واستعداداتهم والآليات. وجالي خبر ان ربما يكون هناك تعويضات ماليه من الفيفا للاتحادات كل على حسب المناقشه. طبعا بعد قليل باكر ده اجتماع مهم جدا، الفيفا يجتمع من خلال اجتماع افتراضي عبر الفيديو مع الاتحاد المصري لكره القدم واربع اتحادات اخرى هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا، الخمس اتحادات التي تمثل شمال افريقيا. كمان النهارده عندنا خبر مهم جدا، 8 اغسطس القادم تم تحديد مباراة دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية، وهتتلعب في إسبانيا في ملعب ريال مدريد. وده بيقول الكلام اللي احنا بنأكده ان الكل بيشتغل لعودة الحياة ورجوع كرة القدم. النهاردة تم إعلان الموعد الرسمي لهذه المباراة. كمان عندنا تصريح مهم جدا من الكابتن حمادة صدقي من ضمن الأخبار اللي معانا، تصريح مهم جدا جدا للكابتن حمادة صدقي، قال فيه لا أحد يعلم شيئا عن عودة مصاب
مسابقة الدوري حتى الآن، وقال يعني أتابع تدريبات فريقي عن بعد وفقا للبرنامج الموضوع للحفاظ على اللياقة البدنية لجميع لاعبي الفريق، وأضاف في تصريحات إعلامية أنه يجب على اللجنة الخماسية أن تدير اتحاد الكرة وضع تضع تدير اتحاد الكرة وتضع عدة سيناريوهات لعودة الدوري. وأوضح الكابتن حمادة صدقي أنه يعني قرار باستكمال المسابقة في شهر يونيو المقبل سيحتاج إلى 5 أسابيع على الأقل لكي يكون هناك جاهزية للفرق حتى تعود للمنافسة. وقال أي لاعب لم يكن منتظم قبل التوقف يحتاج إلى 7 أسابيع، في حين اللي جاهز يحتاج إلى 5 أسابيع. نفس الكلام برضه في جملة الأخبار بتاعة العودة، الكابتن طارق العشري المدير الفني للمصري قال إنه يحتاج إلى 6 أسابيع 6 أسابيع لكي يجهز فريقه للعودة إلى الدوري في حالة عاد الدوري من جديد. يعني بس النهاردة جايبين لكم مجموعة أخبار مهمة، الكل بيتكلم عن العودة أيا كانت الفترة التي يريدها ذلك أو هذا أو ذاك. كابتن حمد الصدقي أن نحتاج إلى 5 أسابيع واللاعب اللي مش جاهز يحتاج لسبعة أسابيع. الكابتن طارق العشري أن نحتاج إلى 6 أسابيع في حال عودة الدوري. كمان العالم كله في حالة غير مستقرة، بدأت الدول ترجع يعني وتروح وتيجي في الموضوع بتاع عودة المسابقة مش عارف ايه الكلام ده كله. يعني بس اظرف حاجة هو تصريح زوجة كريستيانو ورونالدو لما قالت يعني انه ارهقني جدا في الحجر الصحي في فترة وجوده في البيت، حيث يحتاج كل نصف ساعة الى تسديد ضربة جزاء. يعني محدش فاهم ايه المعنى، ولكن ده ناس فاهمة طبعا، لكن ده النهاردة يعني اتاخد ان هو يعني افضل عنوان النهاردة. زوجة كريستيانو بتقول اني لقد ارهقني كريستيانو جدا في الحظر، حيث انه يحتاج كل نصف ساعة لتسديد ضربة جزاء. يعني والحد يفهم بقى يسدد ازاي ضربة جزاء مش عارف يعني، ولكن هذا التصريح انتشر كالنار في الهشيم بصورة لزوجة كريستيانو على المواقع العربية. كمان النهاردة نزل الفيديو أو البرومو الخاص برامز مجنون رسمي، رامز جلال، ده من الحاجات المهمة. ظهر ثلاثي الأهلي علي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا الأهلي، يعني علي معلول وكهربا ظهروا في البرومو الخاص برامز جلال النهاردة، في حين من الزمالك ظهر طارق حامد في المقطع الدعائي للبرومو. طبعا البرومو معانا بس طبعا ليس لدينا حقوق. كمان ظهر زميلنا الأستاذ أبو المعاطي زكي الذي سيظهر مع رامز جلال هذا الموسم بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين. رامز جلال يستضيف مجموعة من الفنانين والنجوم الكرة والنقد الرياضي والتمثيل في هذا الموسم في برنامجه الذي برنامج المقالب اللي قال سماه رامز مجنون رسمي. أستاذ أبو المعاطي زكي موجود في البرومو وهيكون موجود في رامز هذا الموسم. طبعا رامز لا يختار إلا المشاهير والنجوم، وعلشان كده نقول للأستاذ أبو المعاطي زكي يعني هذا نتيجة اجتهاد تستحق عليه التحية، وهنستمتع أكيد بحلقتك أستاذ أبو المعاطي زكي أبو محمد. طبعا ممكن أبو المعاطي زكي عايزين نقول له سنستفيد كثيرا وأكيد سنضحك كثيرا إن شاء الله. بإذن الله تكون حلقة حلوة وحلقة موفقة وبإذن الله تعالى تكسر الدنيا. ده أشهر أو أبرز الناس اللي ظهرت في البرومو الدعائي، علي معلول وكهربا من الأهلي، طارق حامد من الزمالك، أنكن أبو المعاطي زكي من رجال الإعلام الرياضي بالإضافة لبعض الممثلين. البرنامج طبعا عايزاه على فضائية MBC مصر بعد أذان المغرب مباشرة في شهر رمضان المعظم إن شاء الله. بإذن الله نتمنى لصديقنا المحترم الأستاذ أبو المعاطي زكي أن حلقته تكون حلقة ضرب نار، تكون حلقة ضرب نار، ونتمنى له دائما كل الخير وكل التوفيق. نحاول ناخد ثواني مسموح بيها يعني بما لا يزيد عن 10 ثواني من رامز جلال.
ساعة ما بدأت رحلتي في الغدر واستمريت في مسيرتي وانا بخدع صحابي، اكتشفت ان في حاجة مهمة ناقصاني. كان دايما في حاجز بيني وبين ضحايايا. بس عشان خاطر مش عايزين نتعدى ال 20 ثانية لحسن يبوظوا لنا اللايف. يعني ده كان المقدمة بتاعت رامز جلال. كمان خليني أحاول أجيب لكم صور بعض الناس وحالة الهزع اللي فيهم، ويمكن دي أهو الأستاذ أبو المعاطي زكي. أهو أستاذ أبو المعاطي زكي، أهو صورته قدامكم. وأنا كنت عارف ومتأكد، بس طبعا ما ينفعك نفشي سر. يعني أعتقد أن ظهور أبو المعاطي زكي ضربة جديدة لمرتضى منصور، لأن يعني قالوا له بيتعبوا جدا لما يلاقي حد مننا. ربنا موفقه في حتة تانية. أهو يمكن ده اللي جاء في البرومو، أهو كهربا وبعديه أبو المعاطي زكي على طول. هيكون قدامي مسلوب الإرادة. فك يا عم المساعدة، أنت عداني. أنا اللي هضحكه. ده يمكن أهو اللي أقدر أزيقه، مش عايز أتعدى ال 20 ثانية عشان الحقوق. وكمان نادية الجندي ونهال عنبر ومجموعة كبيرة من الفنانين وياسمين صبري وحسن شاكوش، يعني مجموعة كبيرة جدا من الفنانين ظهروا في البرومو. ويمكن احنا اللي يهمنا صورة الأستاذ أبو المعاطي زكي، هو مخضوط خضة جامدة أمر من الخضة بتاعت النمر. فبنقول له الأستاذ أبو المعاطي زكي إن شاء الله حلقتك تكون أفضل حلقة، يعني إن شاء الله بإذن الله تكون من أفضل الحلقات إن شاء الله بإذن الله تعالى. أستاذ أبو المعاطي زكي راجل مجتهد ويستحق كل خير، ونتمنى له التوفيق دائما إن شاء الله بإذن الله تعالى. كمان عندنا من الأخبار إن النادي الأهلي حدد سعر أزارو 3 مليون يورو في حالة بيعه. يعني كمان صلاح محسن من الحاجات اللي أنا وقفت قدامها والأخبار المهمة جدا اللي وقفت قدامها. صلاح محسن محمد صلاح أبلغني برغبته برغبة ليفربول في ضمي من الأهلي. طبعا أكد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، ده تصريح عليه علامات كتيرة جدا. يعني أكد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة أن محمد صلاح لاعب ليفربول أبلغه بوجود متابعة من مسؤول الفريق الإنجليزي له خلال الفترة الماضية. وأشار صلاح محسن في تصريحات هامة إلى أن الحديث مع صلاح كان في أحد معسكرات المنتخب السابقة وليس في الوقت الحالي. وأضاف يعني وقتها كان الرد قال لمحمد صلاح يعني لك دور كبير في ذلك وأنا موافق طبعا. واختتم لا أعلم ماذا حدث بعدها، فكل شيء نصيب بالتأكيد، لكني أطمح للعب في الدوري الإنجليزي وهو حلم ليس ببعيد، فأنا أقوم بما يجب أن أفعله. شد حيلك شوية لأنك أنت أصلا لغاية دلوقتي ما تنفعك تلعب في مراجيح مولد النبي، يعني لا مؤاخذة يعني، فشد حيلك شوية. يعني ده كلام كبير جدا وعليه علامات استفهام، وأعتقد أنكم توافقوني يعني. كمان عندي من الحاجات المهمة والأخبار المهمة، يعني في عندي برضه خبر مهم. طبعا كوكا كمان بيقول أتمنى اللعب للنادي الأهلي. طب والنبي جماهير النادي الأهلي حمل صلاح حمل كوكا، يعني وبكوكا ومروان محسن، يعني عايزين الجماهير تنتحر. كوكا بيقول لك لن ألعب في مصر، ولكن النادي الوحيد الذي يجعلني أعود إلى مصر هو النادي الأهلي، وأرحب باللعب في النادي الأهلي بقوة. أرحب باللعب في النادي الأهلي بقوة. طبعا ده كلام هبل وعبط. يعني دي يمكن أهم الأخبار اللي عندنا. جبت لكم النهاردة مجموعة أخبار زي ما انتوا قلتوا، عايزين مجموعة أخبار برضي مهمة للغاية. طيب